الحين دور معقد اخترنا خالد من مجموعة 29 تعقيد 5 دقائق وبعدها بعدها نفتح مجال ان شاء الله. مساكم الله بالخير، مشكورين وايد وايد على الاستضافة، شكرا أبو محمد على هذه الاستضافة. ومن الصعب جدا بصراحة أني أعقب بعد اللي سمعته من الكوكبة الطيبة من المتحدثين، ويعني على قولتهم على قولة إخواني المصريين يعني الواحد ما يقدر يبيع المية في حالة السألين، بس بحاول ألخص ربما الكلام اللي انقال، وكان أمانة الكلام جميل. وربما ابتدي في عنوان الندوة اللي هو وطن للجميع، واعتقد ان موضوع اليوم مرتبط جدا بعنوان الندوة وعنوان الحركة هذه اللي هي وطن للجميع، لانه ما ممكن ان الوطن يكون للجميع الا اذا تحققت فيه جميع الحريات بلا تجزئة ولجميع الفئات بلا تمايز، وإلا ما أصبح وطن للجميع. وأعتقد أن الكلام اليوم نصب أفتكر في هذا الاتجاه، خاصة يعني ومشعل تكلم عن التكافل، تكلم عن شلون إحنا كبلد تأسسنا من خلال مكونات مختلفة من المجتمع ومكونات اجتماعية مختلفة. كاتب إبراهيم المليفي تكلم عن الحريات بجميع أنواعها، وتطرق إلى المواد الدستورية اللي ما خصت حرية عن حرية، سواء كانت حرية معتقد أو حرية معتقد أو حرية شخصية، حرية التعبير، حرية الانتماء، أيا كان. ولا يمكن أني أنا لازم نوقف عند هذه النقطة، لأن بالفعل الحريات لا تتجزأ، وهذه نقطة أنا وايد وايد حريصة أني أكد عليها. فمثل ما إحنا ما نرضى بالتعدي على حرمات المساكن، ولا نرضى التعدي على السحل ولا على التعسف الأمني، إحنا بنفس الوقت ما نرضى على التعدي على معتقدات مكونات المختلفة في المجتمع، التحقير من المعتقدات اللي في المجتمع، التمايز في الحقوق بين المرأة والرجل. كل هذه منظومة واحدة، واعتقد ان هذه واحدة من الاشكاليات اللي اليوم احنا نعاني منها في هويتنا الكويتية. احنا نعيش تناقضات لما نتكلم عن الحرية، لما نتكلم عن الحريات، وانا لا استثني نفسي حتى في هذه التناقضات. انا اعتقد كلنا نحمل هذا النوع من التناقضات، كثير منا يمكن يتجه إلى الحريات السياسية ويتناسى الحريات الاجتماعية ويقع في هذا الخلل، وهذا الخلل ينسحب علينا في المجتمع ويخلق عندنا اختلالات مختلفة، ويخلق عندنا الانقسامات والفرز الاجتماعي اللي باعتقادي هو من أكبر المخاطر. أعتقد أن بالكويت اليوم ربما نعاني، وتكلم بعد الأستاذ حسين العبدالله عن قانون الإعلام اللي كان مطروح، إعلام الموحد، وهو جزء من منظومة غلو من الجانب التشريعي اللي تحاول تحد من الحريات في المجتمع في 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 بلدنا. القوانين الخاصة بمحاكمات أمن الدولة، القوانين الخاصة بالتعدي، ربما بالتعديات أو بالحريات، الملاحقات اللي تكلمت عنها مراكان، هذه كلها أنا أعتقد أحطها تحت مسمى الغلو التشريعي، بينما هناك قصور تشريعي في جوانب أخرى إحنا محتاجينها وبأمس الحاجة لها لاستكمال مشروع الدولة المدنية، سواء كان استكمال مشروع فصل السلطات واستقلال القضاء، مشروع مكافحة الفساد، وما قاعدين نشوف تحرك جدي في هذا الجانب، بينما قاعدين نشوف التحرك كله قاعد يصير في جانب تقليص الحريات. والمشكلة هني إن استخدام القانون في تقليص الحريات هو أقسى وأخطر أنواع وأخطر الآليات، لأن الحراك حزتها ضد هذا الاستبداد أو هذا التعسف سيضطر إنه يكسر القانون، وهني الخطورة، هني الخطورة اللي تهدد مؤسسة القانون. فزج أو استخدام القانون في تقليص الحريات خطر جداً على دولتنا، وخطر جداً على مشروع الدولة،
وخطر جدا على حماية حرمة القانون وحرمة مؤسساتنا القانونية. في نقطة ذكرها أستاذ إبراهيم جدا مهمة، وهي ترى الكويتيين طول عمرنا احنا ككويتيين تاريخنا كله معتمدين، والدولة نشأت على توازن القوة. عمرنا ما كنا شعب، يعني شعب الأخ الأكبر أو شعب اللي هو الخليجي الموحد كامل الدسم كما تفضلت. احنا بلد بني على توازن في السلطة، بني على مشاركة في السلطة من اليوم الأول، وهذا شيء ما ممكن ان احنا نتنازل على اليوم، ولا ممكن ان احنا يعني نعمل مسخ لهذه الشخصية الكويتية. اعتقد ان اذا ممكن اخذ يمكن اسوي كوت من كلام الدكتور شفيق. تكلم الدكتور شفيق عن فائدة الديمقراطية، فائدة الديمقراطية وهي آلية وسطية تقدم الحلول للفرد وعلاقته بالجماعة. فهو نظام ضمانات، نظام ضمانات ضد تعسف السلطات في توزيع القوى. فبالتالي لما نتكلم عن الديمقراطية احنا نتكلم عن السيستم او النظام اللي يقدم هذه الضمانات بما يحمي حق الفرد امام المجتمع بالنهاية. فما نتكلم عن مؤسسات. يمكن اليوم الظواهر اللي قاعدين نشوفها في ممارستنا للديمقراطية ما نقدر نسميها حتى ديمقراطية، يمكن نسميها نصف ديمقراطية او سموها نصف ديمقراطية وليست ديمقراطية كاملة. حماية التنوع افتكر ذكرتها دكتور ويصب في نفس الاتجاه. اذا كانت القوى اللي ستستملك السلطة او ستنتزع السلطة ديمقراطيا لا تستطيع ان تحمي هذا التنوع، او لا توجد مؤسسات تحمي هذا التنوع، فاعتقد ان ما ممكن نسمي هذا النظام او هذه الآلية نظام او آلية ديمقراطية. هذه يعني اذا يعني من وجهة نظري. وشكرا مرة ثانية على الدعوة، تصبحون على خير. شكرا رنا خالد من مجموعة 29، بيض الله وجهكم على جهودكم.